الآن إلى عماد والأخبار الرياضية. مرحبا عماد. هاي شانتال، شو عندنا أخبار؟ كيف تكون؟ اليوم في عنا بالسبور ثلاث أخبار بالفوتبول وخبر بالفورمولا 1. تفضل. إذن البداية رح تكون مع آخر الأحداث يلي عم بتصير على الساحة الكروية، بداية مع نادي تشيلسي ومدربه الجديد إلى أول المتأهلين لبطولة اليوروبا ليج. قدم نادي تشيلسي لوسائل الإعلام مدربه الجديد رافائيل بينيتاز يلي تم التعاقد معه فقط لنهاية الموسم الحالي. بينيتاز البالغ 52 سنة من العمر رح يتولى الإدارة الفنية خلفا للمدرب المقال روبرتو دي ماتيو، ورح يخوض أول مباراة رسمية له نهار الأحد ضد فريق مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز. المدرب الإسباني اللي أصبح تاسع مدرب لتشيلسي من وقت امتلاك أبراموفيتش النادي سنة 2003 ما كان عم يشغل أي وظيفة تدريب من وقت مغادرته فريق أنتر ميلان الإيطالي بديسمبر 2010، وكانت له تجربة ناجحة مع ليفربول الإنجليزي يلي قادوا للتتويج بلقب دوري الأبطال سنة 2005. الأوساط الإعلامية عم تتحدث عن استلام بينيتاز مؤقتا فريق البلوز بانتظار مجيء مدرب البرشا السابق بيبي غوارديولا ببداية الموسم الجديد، كما وعم بتدور شائعات بالانتقالات الشتوية عن قدوم ديفيد بيكهام وماريو بالوتيلي لفريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان وعودة العاجي ديديو دروكبا لمارسي. ومن ناحية تانية أشاد مدرب فريق شتوتغارت برونو لاباديا من إداء لاعبينه بعد فوز فريقه الساحق خارج أرضه بخمس أهداف مقابل هدف على فريق استوى بوخارست الروماني بالمجموعة الخامسة لدوري أندية أوروبا. وبضيف المدرب أنه النتيجة رح تساعد شتوتغارت بالتأهل، إنما المشوار بالبطولة بعده طويل وصعب بوجود فرق قوية أمثال أتلتيكو مدريد، بروشيا مونشنغلادباخ، لاتزيو وليون يلي كانوا ضمنوا تأهلهم مبارح، إشارة إلى أنه كان فريق مارسي من أبرز الخارجين من البطولة بعد خسارته على أرضه أمام فريق فنربخشي التركي بنتيجة 1-0. بالفوتبول أيضا تحدث مهاجم الأرجنتين وبرشلونة المبدع ليونيل ميسي للصحفيين خلال مشاركته باحتفال نظمته إحدى شركات ألعاب الفيديو، وصرح ميسي بأنه بيفهم سبب تدافع أفضل أندية كرة القدم بالعالم لأجل الحصول على مدرب برشلونة السابق بيبي غوارديولا يلي وصفه بأنه هو أفضل مدرب بالعالم، وحول المنافسة الشرسة يلي عم بتصورها بعض وسائل الإعلام بينه وبين نجم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو رونالدو، قال ميسي أنه هيدي مجرد شائعات صحفية وأنه ما في شيء بينه وبين رونالدو يلي بيكن له كل الاحترام، إشارة إلى أنه ميسي كان سجل 80 هدف لفريق برشلونة عام 2012 وهو أصبح على بعد خمس أهداف فقط من تحطيم الرقم القياسي بموسم واحد يلي هو بحوزة النجم الألماني السابق جارد مولر. منضل بالفوتبول ولكن ننتقل لأمريكا الجنوبية وتحديدا لذهاب نصف نهائي بطولة الكوبا سود أمريكانا، حيث استضاف فريق يونيفرسيداد من تشيلي بالعاصمة سانتياغو فريق ساو باولو البرازيلي. وبعد ما تبادل الفريقين إهدار الفرص ببداية المباراة تم تقدم الفريق البرازيلي بالدقيقة 22 بهدف من رافائيل تولوي، وبالشوط الثاني كاد لوكاس أنه يضاعف النتيجة لساو باولو لكن تسديدته مرت بجوار القائم، ومن بعدها بثلاث دقائق رد يونيفرسيداد بعد ما استلم كاستيو تمريرة رائعة من مايكل ريوس وحول الكرة بدقة بالشباك ليسجل هدف التعادل لأصحاب الأرض. ساو باولو رح يستضيف لقاء الإياب بالبرازيل ب 28 من الشهر الحالي. بالفورمولا 1 بيحتاج سائق ريد بول الألماني سيباستيان فيتل لاحتلال المركز الرابع أو أفضل بسباق جائزة البرازيل الكبرى يلي رح يصير نهار الأحد على حلبة انترلاغوس لضمان الفوز للعالم الثالث على التوالي بلقب البطولة. والشخص الوحيد يلي بيوسعه المنافسة على اللقب هو سائق فيراري الإسباني فرناندو ألونزو. فيتل تحدث بمؤتمر صحفي عن خشيته من تقلب الطقس بمدينة ساو باولو حيث كانت أشارة الأرصاد الجوية عن إمكانية تساقط الأمطار نهار الأحد مما رح يأثر على الإداء، إنما عاد وطمن أنه فريقه مستعد لكل الأمور وأنه الحلبة بتناسب فريق ريد بول، ورح يكون سباق الأحد آخر سباق لسائق ماكلارين البريطاني لويس هاملتون يلي رح ينتقل لفريق مرسيدس خلفا لبطل العالم السابق الألماني مايكل شوماخر يلي رح يعود مرة تانية للتقاعد بعد مشوار طويل من سنة 1991. مشاهدينا هذا كان كل شيء بالسبور لهلا. روبير وشانتال أنا برجع لكم.